صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وزي ما احنا متعودين بنبدأ دايما أولى فقراتنا بمجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات التي حدثت يعني وبتهم حضراتكم، ونبدأها بالأخبار اللي أبرزها أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعين، ده لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية أيضا على مستوى الجمهورية. كمان اطلع سيادته على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري اللي بيمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع مستجدات عدد من مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي منصة مصر الرقمية ومسار العمل والتدريب اللي بتشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء. تفاصيل وأخبار أكثر هنعرفها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري اللي بيمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا. وكمان اطلع سيادته على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري اللي بيقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وده من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة لمنطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وإفريقيا. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع مستجدات عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها منصة مصر الرقمية ومسارات العمل والتدريب اللي بتشمل كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتصميم الإلكترونيات والروبوتات وإنترنت الأشياء، بالإضافة لبرمجة التطبيقات والمنصات والشمول المالي والتسوق الرقمي علاوة على البنية التحتية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 والمقرر عقده في نوفمبر 2024. خلال الاجتماع تم استعراض الترتيبات اللوجستية ومختلف الجوانب التنظيمية والتحضيرية الخاصة بالمنتدى. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على إنشاء حواجز الحماية من أخطار السيول على طول وادي العريش دون تحقيق أي استفادة من مياه الأمطار. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن أي مخصصات مالية خاصة بهذا الشأن بيتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من مياه السيول على طول وادي العريش اللي بيعد من أكبر أودية شمال سيناء من حيث المساحة وكميات المياه اللي بيستوعبها.